الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس من تدريس مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. طبعا اليوم عندنا موضوعين، لأن الموضوع موضوعين بسيطاتهن وقصيرات بنفس الوقت. فالموضوع الأول مالتهن إعطاء الأسباب، اللي هو give reason إعطاء الأسباب. نبلش بالموضوع. القاعدة تقول، شوفوا طبعا ها كلها عبارة عن جملة واحدة هي، بس الاختصارات مالتها يعني الجملة الأولى وعندنا وراها so you can أو cannot، so you can أو cannot، وعندنا so you will not، وعندنا to help you. الجملة الثانية سببية، يعني القاعدة هي تعتبر الجملة الأولى بالبداية، وبعدين هذني المصطلحات وراها الجملة الثانية السببية. راح نجيب هسه حاليا الأمثلة. طبعا الأمثلة تعدكم علم تكون دائما وزارية. عندنا مثلا المثال الأول اللي يقول cars have CD player listen to music. cars have CD player listen to music شنو معناته؟ السيارة، كل السيارات هسه اللي موجودة احنا عندنا حتى بالعراق، اللي الـ MP3 أو الـ CD مالتها، اللي الشغلة عم يسمعون به الموسيقى أو الأغاني وما شابه. الأنسر مالتها الجواب راح يقول لك cars have CD player، شنو هنا يجي وراها؟ so you can، لذلك تستطيع listen to music، تحط so you can listen to music. هنا منطوق السؤال هو من يعطيك اياه بهالطريقة هذه. منطوق السؤال راح شي يعطيك هو اياه، راح يقول لك give reason يعني سهلة اعتقد، مو فد شي صعب. نفس منطوق السؤال هذا يعني يعطيك هاي الجملة بين قوسين give reason، يعني يقول لك اعطي الاسباب. زين انت شلون راح تقول انا اعرف انه احطها كان نوت او كان، شنو اللي اقدر اسوي هيك شيء؟ هسه راح اعطيك شنو السبب. هنا انا دا يقول لك تسمع، يعني تقريبا شيء مؤكد انت قاعد تسمع، ما طول دا تسمع يعني تقول انا استطيع كان، يعني اقدر اسمع بهذا السي دي الموسيقى او الاغاني. انت هنا في حالة انه في راح يعطيك بغير طريقة. شوف هنا الجملة cars have GPS so you، حاطك بين قوسين can cannot get lost. يعني هنا ايش حاط لك؟ شوف هاي الكلمة الأخيرة get lost، يعني الخسارة أو فقدان الإشارة. GPS تعرفون بيه يشتغل على إشارة الموقع، فمن يقول لك get lost يعني الخسارة، اذا يعني معناته نفي. ناخذ الكان نوت، من اختار هاي اختيارات، طبعا من اختار الكان هذا بالنسبه للنفي. الطريقه ايش راح يصير؟ شوف الحل مالته، عفوا المثال الثاني بنفس الطريقه، يعني يقول لك اكمل الجمله cars have GPS so you cannot، حط لك فراغ. شوف احنا اختارنا الجيت لوست، هنا جبناها الجيت لوست اللي هي بهالجمله، هنا يجي فراغ كومبليت يقول لك اكمل، فصير جيت لوست. ليش نختار get lost؟ لأن هو أصلاً قايل كان نوت نفي، إذا تفقد الإشارة. أعتقد شغلة واضحة، يعني إذا شغلة تدل على النفي نختار كان نوت، وإذا شغلة نقدر إحنا نسويها وطبيعية إيش نختار؟ نختار الكان. عندنا الموضوع الثاني really quiet، استخدام really quiet. هذا طبعاً سهل. أول فقرة إحنا نستخدم really quiet. الطريقة اللي طبعا هي معناها نوعا ما، اقول ريلي حقا والريلي كوايت نوعا ما، ريلي حقا والكوايت نوعا ما. ريلي عندنا اولا استخدام الريلي، تستخدم هذه الكلمه لتقويه الصفه وتاتي بعد اداه التعريف اي. اول شيء تستخدم لتقويه الصفه وتاتي بعد اداه التعريف اي، يعني شنو تستخدم لتقوية الصفة؟ يعني إذا عندنا إحنا صفة موجودة بالجملة أو بالمثال، وهاي الصفة مؤكدة، يعني أنت شيء تشوفه تلاحظه فهذا شيء مؤكد، إذا تقوي الصفة، وخاصة تجي بعد الأداة أي. راح أعطيكم المثال ويبين عنده. The film was good. The film was good، هذا المثال. The film was good، هو يحط لك بين قوسين، ما راح يحط لك لا really ولا quite، او احتمال يحط لك اياها بين قوسين. اول الاستاذ بالسؤال بالامتحان يقول لك استخدامهن، تستخدم اما هاي او هاي. فعلى كل حال الجواب مالتها
The film was really good. Really good. ليش صار؟ ليش حطينا really good؟ لأن عندنا إحنا بدنا نشوفها للفيلم. إذا الصفة عندنا وين هي الجود؟ يعني شيء جيد، مو الفيلم كلش كان جيد. إذا صفة إيجابية، من صارت إيجابية أنا أقويها فأحط لها ليش؟ لأن إحنا نقول تقوية الصفة، تقوية الصفة. المثال الثاني Panther 3D is حاط لك فراغ safe car يعني سيارة آمنة. زين هناش عندنا أي عندنا هاي الثري عندنا شيء هم للتقوية شيء مؤكد السيارة آمنة شيء مؤكد هم نستخدم really. الريلي ليش تجي بعد أداة أي؟ عندنا ثانيا من الموضوع الثاني quite تستخدم هذه الكلمة لتضعيف الصفة وتأتي هذه الكلمة قبل أدوات التعريف. طبعا كانت هناك تجي الريلي تجي بعد أدوات التعريف بس أي طبعا هناك، أما هنا عندنا الآن والآ تجي بعد قبل أدوات التعريف اللي هي quite تجي أو تأتي قبل أدوات التعريف. الاكزامبل مثال عندنا ذا فيلم واز بورينج. ذا فيلم واز طبعا بورينج تعرفون به ممل، هذا الفيلم ممل. زين عندنا احنا ممل يعني صفه رديئه صفه ضعيفه احنا نريد نضعفها اذا اكثر، فراح نقول ذا فيلم كوايت بورينج. ذا فيلم كوايت بورينج. زين عندنا اي ثينك ذس از فراغ اتشيب باك. اتشيب باك شوف هنا عندنا طبعا هاي كلمة تعتبر مثل دراجة أو بايسيكل. عندكم ما دامت الجملة هنا تعني إضعاف الصفة وتوجد الأداة أي نستخدم كوايت. يعني شنو معناته؟ هي أصلا جايب لك إنه فد شيء أتشيب طبعا رخيص يعني دراجة كلش رخيصة شيء نضعفه إحنا زين نعتقد به هذا ضعيف، فإحنا شو راح إذا جت هاي الأي ما نستخدم الريلي شو راح نستخدم؟ نستخدم الكوايت. I think this a quite a cheap bag. إنها دراجة تكون رخيصة. طبعاً للمعلومات هالموضوع يعني تقدر حتى تدخل على الإنترنت تقدر تلقي أمثلة بغير مواقع. أنا جبت لكم طريقة مختصرة على مود الطلاب اللي صار عليهم شغلة صعبة. إن موضوعين يعني استخدام ريلي كويت والاستخدام أو إعطاء الأسباب. وهذا الموضوع هم نشرته بالمدونة تقدر تسحبه العزيز الطالب. طبيعي يعني تدخل على المدونة راح أحط لك الرابط إن شاء الله بالوصف. وفي الختام أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.